قوانين وغير الحقرة والفساد العصابة وتجمعوا القمارة وقالوا واش نديرو وقالوا ميتي واش نديرو ونديرو خلصاصة ورحنا مخصوصين 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 وجمعت عصابة حاسم براسنا عائل كسيبة حاشاكم وحاشا هاد الناس عايش احسن منا. واش باش عرفتي انا راسي انسان من اللي محروم من المواد الاساسية؟ اول حاجة اللي هي الماء سبق من الضوء، ولكن عندنا مشكل الضوء هو اللي تيجيب الماء. هالشاط هو كاين تحفر وما خدمش، جا داك الما ديالو ماشي صالح للشرب، تنوردو به حاشاك الكسيبه. ولكن ملي جاو المحسنين بحال وجاهكم وحفروا لينا البيار، وهذوك البيار تيخدموا بالضوء. دابا انقطاع الكهرباء تحرمنا من الماء ومن الضوء، زياده على الاطفال دابا اللي تيقراو. تتبغي بنتي انا هي الاولى ابار على البنات ديال القبيله والوليدات، تيبغيو يحافظوا تدير شمعه، تحمل واحد حرقاتو الشمعه ديالها. واش الشمعه غادي تحفظ بها؟ الكهرباء هو المواد الاساسيه هو الماء. الا بشرينا الكهرباء راه حنا غنمشيو، راه ما كاين والو. باش عرفت راسي انا انسان من اللي محروم من هاد جوج حوايج اساسيين محروم منهم بزاف وتنعانيو بزاف. وسيدنا ما يرضاش بهذا الوضع اللي تنعيشوا فيه حنا، راه ما يرضاش سيدنا، راه احسن مالك في البلاد ما يرضاش بهادشي اللي تنعيشوا فيه. ولكن دعوة الله الناس مسؤولين هما اللي مخلينا عايشين في هاد القهره هادي. واش انت كاصحاب الاراك خصهم يديروا خدمتهم؟ انا مثلا تنخلص ولا ما تنخلصش يطلق للسيد اللي تيخلص يقطع عليا انا ويجي يدير خدمته معايا، يدير المراقبه ديالو. انا كنت نوعى تيخرج الفاكتور، الباقي صغير تيجي الفاكتور للماكانه العداد تيشوف شحال عندك تيجيب لك الورقه ديالك. دابا الفاكتور ما بقاش يجي نهائي. هذا ما باش وخويا تقريبا عتكون دابا واحد 3 سنين ولا 4 سنين ما بقاش فاكتور تيجي. اذا انت خارجي من المدار علاش حنا سبب ما بقينا بحال اللي ما بقيناش محسوبين في الخريطه؟ الفاكتور من اللي ما يجيش يراقب العداد ديالو باش يقول لي شنو عندك، ولي يجي دابا ملي نقاطع الكهرباء هاد العام يجي المسؤول يجي المدير يوقف معانا هو يسمع لينا وحنا نسمعوا له ونوصلوا لواحد الحل. ما تيجيوش، عاد تيجي تيدخل الدوار حق عاد فلان تيمشي بحالو. باش غادي نتفاهموا حنايا ملي ما اتصلناش ليا غنتصنت لك؟ باش انا ما كنتش مخلص دير معايا حل. ماشي راه الناس ما في حالها الصراحه هي هادي، ولكن خصنا حل يكون اجباري وفي نفس الوقت اختياري للناس. الناس راه ما عندهاش تتسال فيا مثلا 3000 درهم دير معايا خويا اجي عندي في الاستطاعه ديالك 4000 ريال للشهر، دير معايا التزام خلص 4000 في الشهر وعيب عليا لك لي الضو. وانت ما كتجيش عندي كاع، باش غادي نوصلوا لهذا الحل؟ حنا غنبقاو حنا هكايا؟ اسمح لي عاد نتسموا حنا راه مواطنين، حنا ما بقيناش مواطنين، ولينا حاشاك عايشين بحال البقر. باش انا مواطن ملي غنجي للدار ما علقاش المرات حتى باش طيب، الماء ما كايناش والضو ما كايناش. دابا راه لك دابا تجي بعض المرات حراره 40، واش الثلاجه عندك خضير تمشي لك؟ عندك اللحم يمشي لك؟ واش راه ماشي حياتي؟ راه ولينا لا حياتنا من اللي من تولاد ولينا عايشين وصار. راه تنطلبوا من الناس المسؤولين، الناس ديال المسؤولين على العامر الشمالي اقليم سي سليمان يجيو فاقدوا في هذه القبيله. واخا كيفاش كتكون عندكم تواصل مع العالم الخارجي؟ ما كاين تواصل. دابا حاليا هاد التليفون طافي ليا انا. انا عندي عندي ولدي تيقرا مثلا بغيتي تصوني له راه ما عندكش كيفاش تصوني له، والرئيس ما كايناش ما كاين حتى حاجه في هذه القبيله. راه وليت نحس براسي انا زايد وصار ابر على الناس. دابا انا تنهضر باسم الناس ديال العباب، راه كلهم محرومين من هاد اولا من الماء، حيت واخا راه الضو هو اللي تيجيب الماء. الماء ثاني حاجه الضو، الطرقان تيبقاو ابا. خاصني بعد نشوف العيش الكريم بعد عاد نقلب على الطريق، وهي في الطريق راه مسؤوليه عاوتاني، البنيه التحتيه راه هي كلشي. كل ميت غادي يجي ان شاء الله. خويا تنشكرو قناه الوجيهه بزاف، جات توصل الصوت ديالنا، وتنطلبوا من سيدنا يشوف لينا شي حل.
راه سيدنا ما يرضاش بهذا الشيء هذا. حنا عندنا احسن بلاد ولكن في نفس الوقت نولي حاس براسي بحال اللي عايش في غابه. حنا جينا في الطريق شفنا شي شباب هازين السكان يسولنا قالوا لنا بغينا ناخذوا كاع الدوار ياك. اه صاحبي وشنو كاينه ما كاين والو في الدوار. حنا من تنمشيو نقلبوا على العيش كريم تنمشيو للمدينه وتنخدموا ولكن ماشي مشكل نهز الصافي ونمشي نخدم. عايكون موفر ليا انا الماء والضوء وتعالوا جيب ليا الفاكتوره قول لي شنو عندك وانت ما تطلش عليا كاع ما تجيبش فاكتوره كيفاش غادي نعرف انا شنو عندي. انا حاليا عندي المكانه جديده يلاه عزلت انا على الدار بنيت الموحيل ديالي درت مكانه جديده تنخلص كل شهر اللي جاني تنخلص به. راه لك السيدي النهار الاخر مشيت غنخلص قالوا لي عندك 800 درهم وانا تنخلص كل شهر. قلت له كيفاش هذه؟ قال لي كنا تنقدروا لك. علاش تقدر ليا؟ ياك عندي العداد وتعالى تيقدر ليا من البوست من الاداره ديال الضو تيقدر يوم تيجيش. واش الضو ديال الضو ما بقى يخرج وخاص ولا مدير ولا خاص يغلم يغلم خاص المهزرين خاص المدير ديال الضو يدير الخدمه ديالو. عنده موظفين يصيفط الموظف يدور على المواكن يشوف شنو كاينه وتعطيني الفاكتوره باش نعرف شنو كاين. ماشي عايشين عاكم راه ولات الحمد لله حقوق الانسان. واش 2023 نعاني وحنا من المواد الاساسيه؟ نهار الخير نهار الله يطلق على الدوله وعاود تخلص ما عنديش مشكل ولكن هاد الناس كيعطيونا الضوء وما كيجيبوناش عادي حنا الضوء وحدهم غير كيسرقوا. حنا علاش انا مخلص شمينا مشينا عند الاجار يقولوا لنا تسرقوا يجيو هما يديروا خدمتهم. ويدير في بيناتهم العداوه ماشي بيناتنا العداوه كاينه الناس كيسرقوا ما كيهضروش معاهم بال الضوء ما عرفوش عارفنهم ولا تيسقيو بيه. حنا ما بغيناش نسقيو حنا بغيناها نشربوا حنا كنخلصوا باش نشربوا. وليداتنا تيقراو انا ولادي عندهم امتحان دابا كلشي عنده ولادو امتحان خصو يحفظ باش يحفظ. هما راه مساكن في المدينه كل واحد عنده الضوء وحنا مخلصين اجيب لك ورقه نهار اللي تقطع ما عنديش درهم انا وماشي انا كاينه بزاف ولكن هما تيعطيونا الضوء وما كيتبعوناش. يجيني الضوء وخلص تبعني شو اللي صار قمطيه اعطيه خطيه دير الحبس ماشي شغل انا. انا كنخلص واحد تيسقي به فابور شنو خصني ندير انا؟ ها؟ بزاف جيب لنا الوراق واجي طلع للمواكب ونخلصوا حنا ما نهربوا حتى من حاجه. وكاينه واحد الفئه اللي من هذوك الناس اللي كيسقيو راه كيحرشونا حنا باش ما نخلصوش. راه هذا الشيء باش وصلنا حنا عام بلا ضو على هاد الحوايج هادو حيت هو عنده الا زيرنا معاه الا تخرجوا مال الضو وخرجوا جدارميه وبوا علينا وداروا القانون ما غاديش يبقى يسقي هو. اذا عنده الربح هو تبقى بحالك ولا يجيو يعطينا الضو ويتبعونا بالقانون. حنا بغينا اللي صار كيمشي للحبس اللي تيتعدى على القبيله دعينا الله المدير يجي يدير خدمته. راه حنا مخلصين ماشي انا راه كل الناس مخلصه. اه صوتنا مشاو معانا وجرينا وعينا وما عطاوناش لانه كاينه ناس عندهم الربح الضو يبقى بحاله كيجيو يجي مشتت شي يسقي شي يسقي وشي يخطف وشي يضوي فابور. انا ما تنقول لا سياسي لا والو انا بعيد على السياسه. انا ساكن هنا اسمع لي الله يرحم والديك. انا ساكن هنا والكره ديال هاد الناس اسمع انا ساكن هنايا انا ولد هاد المنطقه ما كنصورش سي طيبي والله حتى كنصور سي طيبي لانه عارفهم انا ما كاينش منهم كلهم ما كاينش منهم كل واحد باغي المصلحه ديالو ما باغي حتى حاجه. حنا مرتين بزاف مرتين وجدة وهذا الشيء كامل شكون دير هذا الشيء؟ الناس اللي كيعيشوا السياسة السياسة هما اللي كيطحنوا تبعياتهم وحنا اللي كنأديو كاينة السياسيين هما اللي هما اللي دايرين الشيء هذا. وخاصة الانتخابات كيفاش كانوا هما ديالهم؟ بل هذه الحال كانت أمور بخير كانت أمور عالمية يعني الناس كانت كنضوية كان الناس شاركين لنا كان الحمد لله كان الخير موجود. هذا الشيء اللي حنا كنعانيو منه حنا ما عمرنا فكرنا بهذا الشيء كاع برا. حنا دابا حي كنشوف هذا الشيء اللي يقول لك صعيب بزاف صعيب يعني الناس صبروا عليه الناس اداو هذا اللي خلصوا
وصلوا بالنسبه للناس اللي كيتسالوا الشمال واش قريو ولادهم هادشي كاين هذه المنطقه كلها المنطقه نقول لك واحد 75% اللي كتعيش بها الشمال شعلوا العافيه والله الناس كيعانيو من جد الدراري لا تزول يعني المهم يعني حدث ولا حرج الناس من جد الناس الدراري اللي كيقراو ما عندهمش يعني في الدراري الدراري كيبغي يرجع في الليل ما عندوش باش يرجع كاين عشمة والشمع يطلع في الميد يعني كاين كتلقى الانسان عنده أربعة الاولاد خمسة الاولاد كيدير لهم كل واحد شمعة السلام عليكم.